بسم الله نكمل. هلأ هون الرسمة صارت ارتب، تمام. هلأ هون رح نحكي انه هون سموها اللي هي حكينا اخر اشي انه هاي كانت منطقة اي سوري، هاي كانت مين؟ هاي اللي هم الجيرمن، جيرماني اللي هي المانيا. سميناها declining. declining بتعرف شو يعني؟ يعني انخفاض. فلاحظنا انه ليش سموها هاي الستيج اللي هي ستيج 5 انخفاض، طلعوا كل شي لو عندهم، البيرث ريت قليل، وحتى very very low البيرث ريت، مش low very low. الديث ريت اللي هي معدل الوفيات برضو قليل. slow decrease in total population لانه عندهم كل شيء قليل، فاكيد نسبة السكان عندهم رح تقل، خاصة انه عندهم الولادة مش كتار، يعني الناس اللي عم بتجيب اطفال مو كتار، نسبة الاطفال عندهم قليلة. اصلا رح تلاحظوا انه المانيا معظم من السكان فيها ايش مالهم؟ هم الالدرلي بيبل، الناس الكبار بالسن، تمام؟ هاي مثال عليها المانيا، وهي الاسباب لانه ليش الوفيات عندهم اساسا قليله وليش المواليد عندهم قليله، تمام؟ هي اصلا يعني الاسباب مشتركه فيها مع ستيج 4، ولكن الفكره هون والمميز لنحكي انه في عندنا slow decrease في التوتال populations و very low birth rate، تمام؟ هلا هون رجعنا شرحنا نفس النقاط، يعني رجعنا طلعنا نفس النقاط راح تلاحظوها. ستيج 2 the birth rate remains high، هي رجعنا لستيج 2 نرجع، هي البيرث ريت ايش مالها؟ remains ايش مالها؟ مرتفعة. ستيج 2 ضلت عندنا البيرث ريت remains high، remains معناها ضلت يعني بقت. والديث ريت از فولينج، هون بلش عندنا الديث ريت يتحسن، يعني بلش نسبة الوفيات تقل. والبوبوليشن جروث از هاي، ليش هاي؟ حكينا لانه تخيل انت يعني عندنا نسبة المواليد عالية كتير، تمام، ونسبة الوفيات اللي بيموتوا الناس اللي بتموت قليلة، يعني اغلب الناس قاعدة عم بتعيش، فهذا الاشي يدفع عنا نسبة السكان. ستيج 3 البيرث ريت ستارتس تو فول، بلش عنا نسبة في ستيج 3 قلنا البرازيل، بلش عندهم البرازيل دولة منيحة يعني فيها نوع من التطور صح، وبالتالي صار عندهم وعي اكتر، فبالتالي الناس اللي قاعدة عم تنجب قلوا. بلش في ستيج 3، متى بلشنا؟ اذا ممكن يجيني سؤال، ترى يعني اي مرحلة من المراحل اللي بيتم فيها، يعني احنا هلا لما مثلا لو احنا الاردن نسبة البيرث ريت قلت عنا او بلشت وصلنا لمرحلة ان البيرث ريت عنا قليل والديث ريت عنا قليل يعني نوعا ما او بلش يقل، فهون احنا بنكون دخلنا في ستيج 3. يعني ستيج 3 تتميز انه لما نقارن الدولة بين هلا وقبل بنلاحظ انه البيرث ريت عندهم بلش يقل، فهمتوا كيف؟ ديث ريت كونتينوس تو فول، بل يعني استمرت انها اصلا لانه ديث ريت بلش تقل بستيج 2، تمام. والبوبوليشن جرو از مودريت، متوسط. ليش؟ لانه فعليا يعني تخيلوا انتم البيرث ريت ايش مال قاعد عم بيقل، نسبه الناس الاطفال اللي عم تيجي قليله، ونسبه الهاي كمان اصلا يعني هم قليل يعني ديث ريت، بس ان الفكره انه الديث ريت هون يعني النسبه قليله، فهمتوا كيف؟ يعني هاد بيقل وهاد بيقل، تمام، فهذا الاشي ما زاد كتير بالسكان، تمام، ما زاد كتير لانه ما في عندي معدل مواليد كتير كبير. طيب هون نفس الاشي يعني كله شرحناه، ولكن هون بس ننتبه لفكره انه انا بتهمني هاي اللي هي البيرث ريت از فولينج سلايتلي، death rate is steady، steady يعني ثابت، هاي بتهمني stage 5 كتير مهم stage 5، والdecline in population slow decrease يعني population عددهم قليل جمالا، تمام؟ شايفين معدل الوفيات steady معناها ثابت، هي هون لما طلعنا معدل الوفيات شايفين تقريبا ثابت، هي بالأسود، ولكن اللي بالرمادي هاد هي ماله ايش عم بيقل عندهم، هي قليل، تمام؟ هي بتهمني. وهون نفس كل شيء نفس الحكي، وهاي بتهمني كتير مهم، النقطة اللي بتهمني انه احنا ستيج 3 ستيج اللي هو عندنا مين؟ الاردن. هاي مهم كتير، ركزوا لي على فكرة الاردن، ممكن الدكتورة بالامتحان تقولكم الاردن مثال على اي بل مثال على اي ستيج بالنسبة للديموغرافيك صح؟ اللي هي الديموغرافيك ترانسيشن موديل، رح تحكوا لي احنا بستيج 3 هلا حاليا احنا بستيج 3، ولانه اصلا احنا فيش عندنا بطل هاي فكره انه بدنا اطفال عشان يزرعوا، اصلا فكره الزراعه عندنا في الاردن مش كتير، يعني مش كتير هاي الفكره تقريبا كانت زمان. ستيج 4 و5 الحلو فيها انه الدول المتقدمه، يعني الدول المتقدمه هم اللي واصلين لمرحله ستيج 4 و5 لانه عندهم السانيتيشن احسن، الووتر سبلاي احسن، فهمتوا كيف؟ فتقريبا نفس الشيء صار كله منخفض مثل الدول المتقدمه، صار عندنا تنظيم للاسره، تمام،
اكثر، والصحه منيحه كثير، عشان هيك صاروا يفتحوا باب الهجره، صاروا يحفزوا الامهات على الانجاب لانه العدد قليل. يعني حتى لو تلاقوا هسه طلعت المانيا او الهجره المانيا تلاقوها نوعا ما سهله. ليش؟ لانه بدهم ناس، بدهم شباب يشتغلوا عندهم، بدهم ايدي عامله، وصاروا يحفزوا الامهات على الانجاب. لكن انه يعني اذا يعني احنا بنعرف انه فئه الشباب هي اهم فئه بالمجتمع، فتخيل انه هدول الدول عندهم فئه الشباب تقريبا ما في. المانيا عندهم نسبه الاردلي بيبول كتير عاليه مثلا، هذا الاشي يعني مش كويس برضه، فهمتوا كيف؟ صار بدهم شباب. طبعا هلا في صور ممكن يعني احصائيات نمثلها باهرامات، تمام؟ مثل هون هاي بسموها البوبوليشن بيراميد شيبس، شوفوا هاي ستيج 1 على فكره، تمام؟ حتى هاي مش ستيج 1 يعني. هون تلاحظوا دقيقة، هسا لاحظوا هون انه نسبة الناس اللي مواليد كتير عالية، صح؟ خلينا نحلل الصورة واحدة واحدة. هلا هون نسبة طلعوا هاي المرحلة، هسا هون 15 سنة، هذا الشخص عمره 15 سنة، هدول الأشخاص 65 سنة. فلاحظوا انه هاي المرحلة اللي هون طلعوا القاعدة عندنا واسعة، تمام؟ عندنا القاعدة مالها واسعة، شو يعني؟ يعني عدد السكان اللي تحت سن 15 عالي. كل ما بنطلع في السن بنلاحظ انه المنحنى بلش يقل. يعني تخيلوا هيك، يعني مثلا انا هاي النسبه وهيك بدي احكي لكم انه هيك بدي اقسمها، تمام؟ تخيلوا هذا بدلني على انه عندي عدد السكان مثلا من هون بنبلش 0% لعند 100 مثلا. فطلعوا هون هسه لو احنا نجي نطلع قديش عندي تحت سن ال 15 هاي المنحنى، رح الاحظ انه واصل لنقطه 100 شخص مثلا. هون اقل اكيد، مثلا نحكي 50 مثلا، من عند 50 طلعوا بلش يقل. لو انا بدي اطلع هون يعني هون هاي المنحنى اللي هون بدي ابلش فيه عدد السكان مثلا طبعا هذا. فلاحظوا انه كيف هاي المرحله ايش مالهم عم بيقلوا، صح؟ يعني هون اقل من 50، لو جيت اخذت هاي النقطه ورفعتها لفوق، تمام، اللي بعمر تقريبا 40 سنة، فهو اقل من 50 شخص موجود عندي من الميلز عايش وعمره 40 سنة مثلا، تمام؟ هاي الفكره. هسا المهم انه بنلاحظ انه قاعد عندي القاعدة عندي كبيرة، يعني الفئة اللي اقل من 15 سنة عالية، بعدين مع العمر كل ما زاد العمر لاحظين هي قاعدة 15 20 لعند 65 نسبة السكان مالها قاعدة عم بتقل، تمام؟ فهذا مين هو؟ ستيج 1. هلا شوفوا هون، طبعا هون نفس فكرة هاي، بس الفكرة انه هون شوي لنحكي عدد السكان ماله هون شوي عدد السكان اعلى، يعني تمام؟ هون شوي عدد السكان اعلى من هون هاي هيك، تمام؟ فهي زي كأنها ستيج 2، نفس الشيء نفس القاعده. هسه انا بدي اعلق على مين؟ بدي اعلق على هاي الصوره. لاحظوا هون لو اخذت هاي النقطه، تمام، ونزلتها، اوكي، ولو اخذت هاي النقطه عادي هيك هاي المرحله، تمام. هلا شوفوا هون طلعوا نسبه، لو اجيت طلعت على هاي المرحله راح احكي لكم انه نسبه الناس اللي عايشه فوق ال 65 سنه قليله، بينما لو طلعت على هاي المرحله شوفوا فوق ال 65 سنه هاي عاليه، وهاي تقريبا بنقدر نحكي انه هاي الناس بستيج 4، تمام؟ كيف عرفتي يا تالا؟ طلع اول شيء بنطلع هون هاي القاعده عندي الناس اللي كبروا بهذا العمر، هيهم لساتهم ايش ماله عددهم لساته عم بيستمر بشكل منتظم، طلعوا يعني ما صار عندي انحراف سريع. يعني على فكره يعني هدول الناس نصهم نقدر نحكي انه هدول الناس نص هاي الفئه ماتت، بحيث انه ما كملوا معي بعد عمر ال 15 سنه. بينما هون لو اجيت طلعت القاعده هون ما بتفرق كتير عن فوق ال 65 سنه، يعني ما بتفرق كتير. فبنلاحظ ان نسبه الاردلي بيبول عندهم عاليه، وبنفس الوقت نسبه مين عندي، نسبه الناس اللي المواليد برضو عندهم مالها منيحه. تعرفوا هذا الحكي مين؟ يعني طلعوا البيرث ريت هون منيح نفس هون، يعني نسبة الديث ريت قليل، هاي الفكرة بالضبط. يعني هون البيرث ريت ضلوا ثابت ستيبل، لاحظوا. بينما لو جيت طلعت على الوفيات هون، لا هون طلع عندي نسبة الوفيات قال، يعني نص المجتمع تقريبا اللي كان عمره هالقد توفوا، تمام؟ بينما هون لا قاعدين عم نحافظ على الالدرلي بيبول، تمام؟ هسا انا بدي اعلق على هاي الرسمة صراحة. هاي لاحظوا كيف نسبة كبار السن عندي اكثر من المواليد نفسهم، طلع المواليد قاعدة المواليد قليلة، لو طلعنا القاعدة هون قليلة، بينما هون ايش مالها كثير عالية. فهذا مين بتمثل ستيج 5؟ مش حكينا ستيج 5 انه نسبة الاردلي بيبول، حكيت لكم بالمانيا نلاحظ انه الاردلي بيبول عددهم كثير كبير، بينما فئة الشباب عندهم قليلة فعلا. ليش؟ لانه عندنا البيرث ريت عندهم كثير قليل.
وهون تقريبا الاشي ثابت يعني، هون حتى يعني تقريبا نسبة اصلا المواليد عندهم قليلة اساسا، ونسبة الوفيات عندهم قليلة يعني، بس انه فكرة الشباب عندهم منيح، نسبتها منيحة، لكن هون حتى البيرث ريت مش كتير عالي يعني، هدول الناس يعني تقريبا متساوي مع اللي هي الديث ريت. فهي اتوقع غالبا انها ستيج 4، هذا البيراميد بشكل ستيج 4. هلا ممكن الدكتورة في الامتحان تيجي تحكي لك مثلا كل بيراميد لايش بشكل، فهي جابت لكم على كل ستيج يعني، انتو اذا هاي ستيج 1 2 هاي ستيج 3 هاي ستيج 4، بصير تطلع انت طبعا دائما ركز على فكرة القاعدة، انا هاي القاعدة وفكرة الوفيات، لاحظوا كيف. وهون لو تطلع على التوتال بوبيليشن اساسا كويس يعني منيح تمام، بينما هون لو تطلع على التوتال بوبيليشن مش كتير. طيب بس القاعدة هون عندهم ايش مالها؟ عندهم القاعدة مع نسبة اللي هي الوفيات او الاردلي بيبول تقريبا قليل، تقريبا قليل. هاي بتهمني الرسمة، هاي مهم، انا يعني حاسة انها رح تيجي في الامتحان، لانها صراحة نسبة واضح فيها انه نسبة المواليد اقل بكتير من نسبة الوفيات او نسبة الاردلي بيبول الموجودين في الدولة. هاي شوفوا، هاي البيرث ريت از ليس ذان ديث ريت، increasing the old age population is declining. فلاحظوا يعني هذا الاشي بيزود لي من ايش؟ عندي من نسبة الناس الفئة العجزة يعني. اوكي هلا لاحظوا هون شو كتبت لي الدكتورة في stage 4، انه low birth rate يعني نسبة الوفيات اشمالها سوري نسبة المواليد قليلة، low death rate لو جينا طلعنا زي ما حكيت لكم هون، حكيت لكم طلعوا هون لو تقارنوا هاي القاعدة بهاي القاعدة رح تلاحظوا في فرق تمام. فهون كان عندي low birth rate و low death rate برضه، يعني الرسمة كتير واضحة صراحة. low birth rate طلع القاعدة كيف نسبة الأشخاص low، وبنفس الوقت عندي low death rate تمام، ولكن يعني إشي متساوي تقريبا. الفكرة إن هون تقريبا اللي بيجي نفس عدد اللي بيتوفى، فهمتوا كيف؟ فهذا الإشي شو كتبت للدكتورة في هذا stage 4، إنه high proportion of إيش عندي dependents تمام. فهذا الاشي كونه ما عندي اساسا شباب كتير ولو ديث ريت، معناته انا كمان برضو حزود من نسبة الالدرلي بيبول، وهذا الاشي رح يخليني في ستيج 4 اوصل لمرحلة انه انا محتاج معيل يعني. هذا الاب اللي كبر بالسن مش محتاج حد يساعده؟ اكيد محتاج. وبالتالي اللونجر لايف اكسبكتانسي اللي اشتر فيه اللونجر لايف اكسبكتانسي يعني، بدل ما كان بدل هاي الدولة كانوا سكانها يتوفوا على 65 صاروا يتوفوا على 75 او 80 سنة، فهذا بنسميه اللايف اكسبكتانسي اللي هو العمر المتوقع لهذا الشخص انه يعيش. ليش؟ لانه عندنا اللو ديث ريت قلت بسبب الصحه وهي الامور، فصار يعني هذا الشيء اثر على العمر المتوقع للوفاه او عمر الحياه تبعته اللي راح يعيشه تمام. نيجي نحكي واتس ابيديميولوجي، شو الابيديميولوجي؟ الابيديميولوجي از ا برانش اوف ميديكال ساينس. الابيديميولوجي كتبت لكم هو علم الاوبئه، هو فرع من افرع الميديكال ساينس، وفي ناس بتدرس على فكره ابيديميولوجي يعني في الطب. That studies the distribution of disease. الابيديميولوجي زي كوفيد 19 مثلا، كوفيد 19 صار عليه ابيديميولوجي، وهو اساسا مرض انتشر على مستوى العالم تمام. ولاحظنا انه هذا المرض بس انتشر على مستوى العالم، صار في عندي ايش؟ صار في عندي اللهم صل محمد، صار في عندي دراسات عليه أكيد، كيف توزيعه بأي دولة أكتر، ليش هاي الدول انتشر عندهم أكتر وكذا. فهذا بيحكي لي إنه that studies the distribution of disease تمام، اللي هي دراسة توزيع المرض. أوكي any human population بسكان في سكان العالم يعني، and the factors شو العوامل اللي بتحدد هذا التوزيع، يعني هذا المرض ليش في الدول الفقيرة مثلا أكتر من الدول الغنية تمام، ليش هناك، شو العوامل اللي أثرت هذا الحكي، باستخدام الستاتستكس اللي هي الإحصائيات تمام. هلأ في عندي تحول اللي هو الإبيديميولوجيكال ترانزيشنز running over time scales تمام that spans decades or countries. running تشو يعني الكلمة running over time scales يعني بيحتاج كتير وقت لحتى يتغير الإبيديميولوجيكال ترانزيشن that spans decades قرون أو centuries اللي هي عقود وقرون وأوقات كتير طويلة. يعني حتى الدولة لما مثلا تنتقل من stage لstage من ناحية أوكي stage 1 ل 2 ما بيصير بين سنة وسنتين، أو حتى لما الدولة مثلا هاي الإبيديميولوجي مثلا في منطقة معينة يكون في عندي فيها disease معين، عشان هذا disease في أمر في أوبئة
اخذت كتير سنوات لحتى هذا الديزيز بهاي المنطقة راح، تمام؟ فهذا الاشي بده وقت. هلأ reduction in mortality اللي هي معدل الوفيات is followed، إنه التقليل من معدل الوفيات بيصير followed by a reduction in fertility. يعني لاحظنا إنه لما بلش الوفيات، عدد الوفيات يقل، تمام؟ حكينا لاحظنا إنه إيش؟ إنه عدد المواليد عندي إيش ماله؟ قاعد عم بيقل، يعني عدد المواليد قل. حكينا ليش؟ في بعض الأفكار تحكي خلص أنا ليش بدي أجيب أولاد كتير مدام أنا يعني ضامن، ناش نحكي الأعمار بيد الله، بس الفكرة إنه مثلا أنا مدام نسبة الوفيات قاعد عم بتقل، كان زمان يحكوا ينولد 8 يعيش منهم 5، بس هذا الحكي هلأ لا، بتلاقي انولد 8 وعاشوا 8 مثلا، فهمتوا كيف؟ فهاي الفكرة. هلأ بحكي لي، فهاي هذا لاحظنا أصلا بستيج، تمام؟ هلأ increased a proportion of aging populations، لاحظنا برضه من ناحية إنه لاحظنا إنه مثلا قلنا زي ألمانيا أو دول متقدمة، لاحظنا إن نسبة الـ elderly people الـ aging populations، تمام؟ اللي هم يعني الناس كبار السن، لاحظنا إنه إيش مالهم قاعد عددهم proportion نسبتهم بتزيد، صح؟ وحكينا بـ 2050 كمان راح متوقع تزيد النسبة من 12 لـ 22%، فهذا الإشي كمان عالي، تمام؟ هاي واحدة من الأشياء. ليش حكينا؟ لأنه في أصلا أمراض، يعني مثلا هاي مثلا لسه بدي أحكي، مثلا لس ملاريا، diarrheal diseases، tuberculosis، أو HIV أو الإيدز، هاي الأمراض كلها اللي كانت الملاريا، مرض الملاريا، diarrheal اللي هي أمراض الإسهال، زمان كانت ممكن الطفل يصير عنده dehydration وبعد هيك يعني يصير عنده جفاف ويتوفى، هلا لا تلاقي صار له كتير حلول، توبركلوزيز او الايدز وهاي الامور كلها. فهذا الحكي كلياته ساهم لما هاي الامراض قلت لس قليل، ساهم في زياده مين؟ زياده اعمار الكبار السن، لانه احنا صرنا نوجد حلول للامراض اللي قاعده عم بتموتهم، صح؟ فهذا الفكره. فشوفوا كيف الابيديميولوجيك اثر لي، اوكي، الـ الـ او لنحكي الامراض بشكل عام كيف اثرت على العمر وعلى الحياة وعلى البوبيليشنز وعلى التوزيع السكاني. فهي الفكرة اللي نحكي عنها، تمام. هلأ هون بكيلي more non-communicable disease زي cardiovascular disease او الكانسر او COPD او road traffic accident او diabetes mellitus، تمام تمام. هلأ عندي بحكيلي في عنا هسه صار عندي في عندي صارت امراض اساسا non communicable، امراض غير معديه، تمام. هلا شوفوا لاحظوا انه احنا كنا زمان نعاني من امراض معديه، تمام، وهي الامراض المعديه تاثر على حياه الناس. لاحظوا هلا في الزمن الحالي راح نلاحظ انه نسبه الكاردي فاسكولار ديزيز يعني امراض القلب، تمام، او الكانسر او السي او بي تي اللي هي السي او بي تي chronic obstructive pulmonary disease، يعني الأمراض اللي نحكي الرئة، والroad traffic accident الحوادث، حوادث الطرق، road traffic accident، أو الديابيتس اللي ميليتس اللي هو السكري، هاي كلها الأمراض، تمام، كلها راح نلاحظ إنه هي non-communicable، هي غير معدية، ولكن في الوقت الحالي كتير منتشرة كتير، تمام، وهاي صارت تأثر على إيش ماله على حياة الناس برضو، صح؟ يعني في أمراض برضو إلها لسه أثر. على changes in burden of disease from communicable to non-communicable disease، هاي كلها فعليا تغيرات بهاي الأمراض، تمام، صار إلها أثر، يعني إلها موجود إلها أثر. إنه تخيل إنه العبء صار إنه كان عندنا أمراض معدية، هلا قاعدين عم نواجه مشكلة في فكرة non-communicable disease، وكيف ممكن نخفف من هاي الأمراض، لأنه هاي برضو كلها بتأثر. فشوفوا أنتوا هاي التحول اللي إحنا بنحكي عنه، يعني شوفوا الابيديميولوجيكال ترانزيشنز، التحول في علم الاوبئه، ان كان وضحنا اكثر عنه، حكينا عن المورتيليتي وكيف اثر على الفيرتيليتي، حكينا عن الامراض المعديه، حكينا عن الامراض انه احنا زمان كنا نهتم بالامراض الغير المعديه، صرنا هلا نهتم بالامراض الغير معديه، وهذا كله عن طريق الابيديميولوجيكال ترانزيشن، التحولات والتغيرات اللي صارت من خلال الزمن. تمام. هلا بحكي لي انه اجى واحد اسمه عمران، المهم انه الابيديميولوجيكال ترانزيشن ثيوري،
تمام مالها هاي في عنا theory نظرية الابن من الجو transition describes وصفة the stages of development شو مالها وصفة اللي هي المراحل مراحل تطور okay that are characterized by a shift in population growth life expectancy and disease patterns انه صار في عنا تلاحظوا انه من خلال هاي الابيديمولوجيكال ترانزيشن ثيوري هي وصفت المراحل اللي صارت فيها تحسن من ناحيه شو الشيفت ان بوبيليشن جروث النمو السكاني كيف كان مثلا النمو السكاني زمان قليل هلا بنلاحظ لا بالعكس النمو السكاني قاعد عم بيزيد صح لانه نسبه الوفيات قاعد عم بتقل كيف زودنا اللايف اكسبكتانسي لانه ايش صرنا نلاقي نوجد حلول للامراض الديزيز باترنز اللي هي انماط الايش انماط المرض يعني شوفوا المرض زمان كانوا ايش امراض معدية صار هسه غير معدية فهمتوا كيف ف هاي الفكرة it describes okay the process by which the pattern of mortality and disease is transferred from one of high mortality among infants and المهم خلينا نحكي it describes it عمين عايدة على epidemiological transition theory طبعا هي بتوضح لي describes تصف العملية اللي هي هون process عملية by which the pattern of mortality كيفية نمط يعني هون كيفية نمط المورتاليتي اللي هي الوفيات مورتاليتي دائما نسبة الوفيات and disease الأمراض is transformed تحولت تمام هاي بيوضح لي كيف نسبة الوفيات والأمراض تحولت from one of high mortality من نسبة وفيات عالية حول among infants من ناحية الأطفال أو children's اللي هم برضو الأطفال infants الرضع يعني أنتوا كيف بيكون أعمارهم أقل من سنتين تمام the children بعد السنتين الابيسوديك فمين اوكي كيف انه كمان كان عندنا مجاعه زمان كيف لما المجاعه راحت عندنا اثر من ناحيه ايش من ناحيه على المورتاليتي والامراض والديزيز اند ايبيديميك افكتنج اول ايج جروب تو وان اوف جينيريتيف اند مان ميد ديزيز such as those attributed to smoking affecting principally the elderly حاليا شو بحكي لك انه هاي الامراض كلية اللي كانت تصيب الاطفال تمام اللي هي الابيسوديك من المجاعه and epidemic affecting all age group to one of degenerative and man made disease كيف صارت هاي الاشياء اللي كانت تاثر على كل المراحل كيف صارت تاثر على الناس اللي كبار بالسن to one of degenerative and man made disease الامراض اللي ايش عندي بتسبب كبار السن such as those attributed to smoking خاصة الناس مثلا كيف تأثر affecting principally to elderly في الفكرة هون اني بحكي لك من خلال هذا الترانسيشن وضح لي كيف التغيرات اللي صارت حول من خلال الأزمان كيف كانت الأمراض تأثر والوفيات على الأطفال كيف هسه تحول الموضوع كبار السن وكيف هذا الاشي أثر من ناحية الفاكتورز مثل السموكينج مثلا هاي الأمور طيب هلأ في عند الإبيديميولوجيك ترانسيشن في عند ستيجز هناك مش الديموغرافيك بدنا نميز واحدة عن الثانية فلاحظوا هون هلا في عندي هون مرحلة اسمها البري في عنا الايرلي في عنا الليت في عنا البوست بري دائما حطوها رح تاخدوها كتير هاي كمصطلح بري قبل معناها قبل ايرلي مبكر ليت متأخر مؤخر وبوست بعد بعد مرحلة معينة بعد اشي معين فهمتوا كيف طيب هلا هون رح نلاحظ انه الابيديميولوجيك ترانزيشن بيحكي لي عن ستيج 1 ستيج 1 اللي هي اسمها البيستيلنس and famine فمين معناها مجاعة وبيستلنس وباء فلاحظوا هاي البيستلنس and famine هاي اسم stage 1 بالنسبة لمين epidemiologic transition فهي ركزوا هون pre هاي شو بنسميها pre تمام لاحظوا عندي تمام هلأ هون برضو عندي birth rate هاي هيك رح أحدد لكم بلون أحمر هذا نسميه birth rate واللي تحته death rate هذا نسميه birth rate واللي تحته هون death rate هلا البيرث ريت لاحظوا كيف انه البيرث ريت في مرحلة المجاعة لما كان في عندي مجاعة كان نسبة البيرث ريت مالها شمالا عالية والdeath rate برضو عالية وكمان death rate زي كأنه بحكي لي البيرث ريت كانت بتساوي death rate يعني اللي بينولد بموت تقريبا فبالتالي total populations رح تلاحظ عندهم بس هذا الاشي ما رح نهتم هنا في total population لانه احنا ما بنحسب من ناحية نسبة السكان وقديش تأثيرها نسبة السكان وهذا الحكي لا احنا بس بنشوف انه كيف تأثير المرض والمجاعة والأوبئة على الوفيات وعلى عدد المواليد
هلا بعدين لاحظوا معي، هلا هون بس خلينا نقرا جمله جمله. هلا بكيلي انه infectious and parasites disease. الانفكشس معناها الامراض المعدية، باراسايت تمام. فهون شو كاتب لي؟ الباراسايت معناها طفيلات، اوكي. هلا هي تعتبر الاسباب الرئيسيه في المرحله الاولى، اوكي، تعتبر من الاسباب الرئيسيه of ايش causes of death along with ايش and the accident attack مع ايش عندك طبعا wait اوكي مع الاكسيدنتس اللي هي الحوادث and attacks by animals and other humans تمام. مع هذا بالستيج 1، يعني هون ستيج 1 زي كانه عم بيحكي لي الفمين كانت والمجاعه او البيستلنس كانت بسبب مين؟ عندي الانفكشنز الامراض المعديه بسبب الاكسيدنتس اللي بتصير من الحيوانات. هلا بيحكي لي انه most violent stage 1 epidemic was the black plague. Black plague او black death probably transferred to humans by fleas from infected rats. هلا هناك في مرض اسمه الطاعون، يمكن هذا المرض هلا مش كتير منتشر بس شوفوا زمان كيف كان، يعني كيف الزمن. المهم هذا المرض الطاعون يمكن بتسمعوا عنه كتير. هلا هذا بسموه البلاك ديث او البلاك بلوك. هلا هذا ايش بخلي؟ بخلي اطراف الجسم لونهم اسود تمام. وكان زمان يعني بصراحه هو واحد من اسباب الوفاه تمام. يعني كيف بيجي هذا المرض اساسا؟ هو ترانسفيرد يتحول تو هيومن او ينتقل مش يتحول، ينتقل للانسان باي فليز فروم انفكتد راتس، يعني عن طريق مين؟ البعوضه مثلا بتكون ساحبه دم، الفليز بتكون ساحبه دم من الراتس. من مين الراتس؟ اللي هم البراغيث تمام، او الفئران لنحكي تمام. وبتروح يعني نفس الدم اللي سحبته من هون ماشي بتروح يعني بتنقله للانسان، وهذا الاشي بيعطيه البلاك بلوك. كان سبب واحد يعني شوف most violent stage 1 في هاي المرحلة اكتر violent يعني epidemic، اكتر violent epidemic اكتر سبب للوفاة في هاي المرحلة تخيلوا كان مرض الطاعون. طيب وشوفوا قديش واحد مات، 25 مليون Europeans died between 1347 ل 1350. شوفوا قديش يعني 25 مليون، تخيلوا العدد. طبعا هذا الحكي هلا مش موجود صح تمام. فشوفوا كيف الأوبة أو المجاعة أثرت على الـ birth rate وعلى الـ death rate. stage 2 نيجي على stage 2. طلعوا بدنا نمحي كل إشي هون هيك. طيب ننتبه بس لستيج 2 لحالها، هاي stage 2. هون شو كاتب لي بستيج 2؟ كاتب لي reducing إيش pandemics. لاحظوا إنه الباندميك عندي إيش مالها؟ اللي هي الأوبئة إجمالا قاعدة عم بتقل تمام. هاي مسميها الـ early stage of epidemiology transitions تمام. لاحظوا هون شو بيحكي لي؟ بيحكي لي انه البيرث ريت لو اجينا طلعنا عليه البيرث ريت ماله لساته عالي، بينما الديث ريت انقلب قل بوحده. شوفوا كيف قل كتير كتير، قل بشكل سريع تمام. فهون شو بيحكي لي؟ كرود ديث ريت تمام، يعني لاحظوا انه كتير قليل الديث ريت. هذا الحكي بسبب ايش؟ ريديوسينج بانديميك. قالوا لي كيف لما الوفيات عندي قل سوري لما الامراض عندي قلت في هذا الستيج لاحظنا انه الديث ريت ايش مالها برضو عندي قلت. طيب هلا reducing pandemics تراجع الأوبئة improved sanitation، واحدة من الأسباب إنه صار في عندنا مصاريف صحية كويسة، تحسنت nutrition التغذية، تحسنت المدسين، تحسن during the industrial revolution reduced the spread of infectious disease. شوفي شو عم بحكي لي؟ industrial revolution اللي هي بتعرف شو يعني؟ اللي هي الثورة الصناعية. لما صار في عنا ثورة صناعية تمام، يعني بدنا نحكي الإيكونومي عندها تحسن تمام، هذا الإشي أثر على الميديسين على النيتروشين على السانيتيشن بأنها تحسنت، وهذا الإشي ساهم في إنه reduced يقلل تمام من انتشار spread انتشار الانفكشوس ديزيز. انفكشوس ديزيز الأمراض المعدية. death rates didn't improve immediately and universally during the early years of industrial revolutions. بيحكي لي انه في بداية انه death rates اللي هي معدل ايش الوفيات didn't improve ما تحسنت بشكل فوري immediately، يعني بشكل فوري او بشكل سريع، هاي هون كاتبينها اوكي. and universally during the era universe بشكل عالمي، يعني during the early years of industrial revolution، يعني مش من اول ما صار عندي industrial revolution of نسبة الوفيات قلت، لا هو بيحكي لي انه الموضوع اخذ ايش يعني كان تدريجي تمام. هلا شو كاتب لي؟ كاتب لي poor people الناس الفقراء who crowded into industrial cities
بحكي لي انه اللي كانوا موجودين بالمدن الصناعية had high death rates due to cholera due to acute diarrhea vomiting that can kill within hours if left untreated. شوفي بالرغم من انه الريفوليوشن اللي هي الثورة الاندستريال سيتيز او الاندستريال ريفوليوشن كان لها اثر كتير كبير على الديث ريت، الا انها كان كمان لها اثر سلبي، بحيث بحكي لي انه الناس الفقراء البور بيبول تمام اللي كانوا عايشين كراودد مزدحمين في منطقة في المدن الصناعية كان عندهم هاي ديث ريت معدل وفيات يعني مقارنة بالناس البعيدة عن المناطق الصناعية كثير عالية، وفيات عندهم عالية. طب ليش؟ بسبب الكوليرا، بسبب الاكل الدائري، الاسهال الشديد، الاسهال الحاد يعني vomiting اللي هو الاستفراغ that can kill. ممكن قلت لكم هاي الاشياء تسبب عند هذا الشخص جفاف وخلص بيموت الشخص بعديها. اذا انه بحكي لي with can kill انه هاي الامور ممكن تقتل الشخص within hour خلال ساعات if left اذا ترك من غير اذا لم يتم علاجه، يعني فهمتوا كيف؟ فهي stage 2. stage 2 بالرغم انه كان فيها تحسن الا انه كمان كان لسه في عندي نسبة التحسن بالdeath rate ما كانت اشمالها immediately، وذكرنا انه في ليش شو الاسباب يعني انه حكينا في ناس تأثرت خاصة poor people. stage 3 نيجي على stage 3 شو بحكي لي؟ بستيج 3 degenerative and man-made disease. هون رح نلاحظ انه نسبة نسبة هم البيرث rate زي ما احنا شايفين قاعد عم بتقل بشكل تدريجي، يعني رح نلاحظ انه في stage 3 اوكي ستيج 3 كرود بيرث ريت نسبة الوفيات قلت بشكل سريع تمام بالرغم انه نسبة الولادة الولادة ولكن الوفيات ضلوا اشماله قل بعدين ثبت طلع كيف يعني ما في فرق بينما الفرق وين اجا تمام. هاي سميناها ديجنريتيف اند مان ميد ديزيز. هون راح نلاحظ انه الامراض انتشرت في كبار السن اكثر. اوكي هلا نيجي نحكي عن ستيج 3 تمام degenerative disease اللي اسمها الأمراض الانتكاسية تمام associated with the chronic disease of aging يعني أمراض الشيخوخة المزمنة. شوفوا يعني زي مين؟ زي الأمراض السكري، ضغط، وهي الأمور كلها وهي مرتبطة بالعمر، يعني تفهمين كيف؟ مرتبطة بالعمر chronic disease. هون سميناها degenerative disease مش أمراض معدية زي الكوليرا أو كذا، لا هي أمراض مرتبطة بالعمر لأنه هذا الشخص كبر صار عنده سكري، صار عنده كوليسترول، صار عنده هاي الأمور. هلا مثلا بحكي لي انه اكثر الامراض اللي نلاحظها في ستيج 3 اللي هي ديجنريتيف اللي هي كان عندنا الكانسر، يعني الكانسر زمان كان قليل، شوفوا هلا قديش منتشر. او الكارديوفاسكولار ديزيز كمان كثير منتشر هلا. فهدول الامور زي ما هون كاتبه موضحين انه هدول مرتبطين بمين؟ بموضوع الايجنج اللي هو العمر بتلعب دور كثير كبير تمام. هلا بحكي لي سب سهاريان افريكا اند ساوث اسيا هاف لو انسايدنس incidence of cancer primary because of low life expectancy. رح تلاحظي انه افريقيا يعني اوكي او ساوث اسيا عندهم low incidence of cancer يعني الحالات الكانسر عندهم رح تروح عندهم كبلد ايه تروح تستغرب طبعا تحكي تلا افريقيا متأكدة انه عندهم مش كانسر، ما هو لا رح احكي لك شو السبب. هلا عندهم low incidence يعني عدد incidence ايش معناها عدد حالات اللي هو عدد الحالات المصابة بالكانسر قليلة. طب ليه تعالى؟ لأنه هدول أصلا بعيشوش وقت عمر كبير، يعني هدول أصلا بيموتوا إذا ما ماتوش من كانسر بيموتوا من مجاعة، بيموتوا من إنه الووتر سبلاي عندهم بيكون قليل أو كذا. فاللو لايف إكسبكتانسي عندهم حياتهم أساسا. شو يعني لايف إكسبكتانسي؟ حكينا لايف إكسبكتانسي شو يعني؟ يعني العمر المتوقع، العمر المتوقع إنه نعيشه. هسا في الأردن بيكونوا حاطين في كل بلد إلى عمر، مثلا الأردن بيعتبروا إنه الأفرج الناس بتعيش 70 سنة مثلا. هسا مثلا هناك لو لايف اكسبكتانس هناك يمكن بيعيشوا 40 سنه مثلا، فهمتوا كيف؟ خلص يعني هم هذا اكبر حدا عندهم مثلا او هيك، يعني فهمتوا كيف بيموتوا بسرعه، هاي الفكره. فما بيعيشوا كتير فبتلاقي عندهم مش حالات اصلا كانسر، يعني عشان لانه اصلا الكانسر مرتبط بالايجنج فهم ما بيعمروا اساسا، هاي الفكره. هلا اخر وحده اسمها اللي هي اللي هي delayed degenerative. في عندنا ستيج اسمها ستيج 5 اوكي بس هلا رح نحكي عن stage 4 delayed degenerative. هذا في عنا اللي هو بس ننتبه انه في عنا مرحلة اسمها degenerative disease وهي بتكون في مرحلة اللي هي زي ما احنا شايفين هنا هاي degenerative disease. هنا delayed degenerative disease emerging infections hybristrix. لاحظوا هنا نفس الصورة بس عملناها هون، بس هون الفكرة وين؟ انه هون كله قليل، يعني هنا البيرث ريت في هاي المرحلة قليل او في هدول
الإحصائيات كانت قليل في هدول الدول، ونفس الإشي الديث ريت، يعني الناس اللي بتموت قليل، وأصلا الناس اللي بتنجب قليل، يعني فيش مواليد وفيش، والوفيات عندهم كمان نسبتهم قليل. وهدول بنسميهم بوست، إيش بنسميهم؟ post stage of demographic transitions. شو اسم المرحلة؟ delayed degenerative disease. لأنه ممكن الدكتور يجيب لك degenerative disease وانت تصفن تفكرها stage 3 وتروح تحكي عن خصائصها، لا انت بدك تحفظ خصائص delayed. هون delayed دي في delayed متأخرة. طيب خلينا نحكي عنها أكثر، هاي المرحلة وشو بتتميز. degenerative disease الأمراض الانتقالية، لا سوري، delayed degenerative disease إنه life expectancy of older people is extended through medical advances. يعني هون راح نلاحظ انه هدول الناس اللي احنا حكينا الديث ريت في هالمرحلة ايش مالها قليلة الديث ريت، تمام؟ زي مين؟ زي خلينا نضل ضاربين المثال على المانيا، يعني فهمتوا كيف؟ هناك الناس اللي بتعيش عندهم المانيا عندهم ايش مالها، بنلاحظ انه الوضع عندهم ايش ماله عالي، نسبة الاولدر بيبل عالية، تمام؟ فبكيلي انه اللايف اكسبكتانسي للاولدر بيبل يعني بيعيشوا عندهم فوق الثمانين، فهمتوا كيف؟ يعني نسبة الناس عندهم فهذا عمر لايف اكسبكتانسي عالي، تمام؟ is extended، ماشي؟ ليش؟ بسبب الميديكال ادفانسز، بسبب ايش عندي؟ الخدمات الطبية المتقدمة. cancer medicines bypass surgery and better diet. صار في ادوية للسرطان، يعني رح نلاحظ انه بهاي الدول اساسا في عندهم ادوية للسرطان، فبتلاقي عندهم برضو نسبة الاوبئة قليلة، تمام؟ نسبة الاوبئة ايش مالها؟ قليلة. bypass surgery من خلال السيرجري العمليات، او حتى من خلال الاكل. هلا consumption of non-nutrients food اوكي and sedentary behavior have ايش مالها resulted in an increase in obesity in this stage. يعني راح نلاحظ ما يميز مرحله، لو تقولكم دكتوره تحكي لكم كلام كبير 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 كبير، يعني تحكي كتير 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 كلام، ولكن تقولكم انه بيميز هاي الستيج في عندي فيها obesity، اعرف انكم انتم بتحكوا عن stage 4، بتحكوا عن stage اللي هي 4، تمام؟ من ناحيه اللي هي اسمها delayed degenerative. خلص مجرد ما تشوفوا سؤال مثلا تجيب لكم فيه معلومات وخصائص، بس تشوف كلمه obesity اعرف انه بتحكي عن delay degenerative، تمام؟ هلا شو بتحكي لي؟ بتحكي لي انه الدكتوره بتحكي لي انه استهلاك non nutritious foods، يعني المواد اللي مش غذائيه، تلاحظوا انه في عندهم اكل جاهز او حتى نمط اكلهم شوي احيانا ما بيكون كويس او صحي او غريب، هاي الامور كليتها. and sedentary behavior have resulted in increase in obesity. كل هاي الامور زادت لي بايش؟ بالأوبسيتي، تمام؟ يعني كان إلى أثر إنها تزيد لي من السمنة. أوبسيتي طبعا شو معناها؟ سمنة، تمام؟ يعني ما يميز هذه السيدة إنه عندهم سمنة. فشوفوا يعني هي حكت كم نقطة، حكت إنه life expectancy عندهم إيش ماله عالي، حكت إنه بسبب توافر، ليش life expectancy؟ بسبب توافر أدوية medicines surgery diet. والإشي الثالث consumption of non-nutrients phones أثرت إن اللي هي أثرت إنه يصير non-nutrients يعني الأكل الجاهز وهاي الأمور، أثرت إنه يصير عندهم سمنة بهذا المرحلة، يعني بالرغم انه death rate عندهم ايش ماله قليل in general. يعني stage 5 الدكتورة مش ذاكرتها او مش حاطة رسمة عليها، ولكن هي كاتبة انه infectious disease اللي هي الامراض المعدية، تمام؟ ورجعت هاي الامراض المعدية تظهر بعد ما صار لها controlled. يعني شوف تخيلوا كانت في stage 1 لف الزمن ودار ولسه هلأ، يعني مثلا زي كوفيد، اوكي ممكن كوفيد هو سلالة يعني من الامراض الفيرال، اوكي من امراض كورونا، ولكنه يعني بعد فترة معينة طلع مثلا فصيلة جديدة من الفيروس، اوكي من فيروس كورونا اللي هو كوفيد 19. شوف قديش اثر على العالم هذا الاشي، فبتلاحظ انه هذا الستيج يعني احيانا عم بيرجع بيظهر عنا بالرغم انه تحكمنا فيه في وقت معين، تمام؟ هلا re-emergences of infectious and parasitic diseases through to have been eradicated or controlled returned and new ones emerge. re-emergences هي معناها هون كاتبين لكم اياها، معناها عودة الظهور اوكي of infections and parasites disease، هاي الامراض اللي هي اللي هي كانت بستيج 1 اساسا. مجرد ما تحكي الدكتورة re-emergence معناها اعرف احنا بنحكي عن stage 5، لانه احنا ما بنحكي لو، لكن لو حكت مثلا من غير شيلوا هاي كلمة، لو حكت infectious and parasites disease بتحكوا عن stage 1. لما احكي انا لما اشيل لما اجيب هاي الكلمة، يعني هاي مفتاح حل re-emergences إنه infectious and parasitic disease through to have been eradicated اللي هي كان يتوقع إنه eradicated إنه يتم التخلص منها، controlled أو التحكم فيها، returned رجع and the new one emerge رجعت صارها new one إنه سلالات جديدة ظهرت، أو هي رجعت ظهرت من أول وجديد. eradicated يعني تم، كان يتوقع أنه تم من انتهاء منها أو التخلص منها، controlled التحكم فيها،
تمام. فرجعت، لما تحكي رجعت معناته stage 5 تمام. اوكي هلا possible three possible reasons for stage 5. طب ليش رجعت؟ طب إني عندي سؤال، طب ليش احنا بعد ما تحكمنا وقلنا خلص خلصنا منها ليش رجعت؟ فبيحكي لي انه في عندي ثلاث اسباب لهذا الموضوع تمام. شو بيحكي لي؟ بيحكي لي انه عندي ثلاث اسباب. اول اشي الايفوليوشنز، ثاني اشي البوفرتي، ثالث اشي increased globalization. شو يعني evolution؟ تعرف شو يعني evolution؟ evolution معناها يعني تطور. هلا مثلا هلا مثلا بيحكوا لك لما انت تاخذ انتي بايوتيك، خذ الانتي بايوتيك كامل صح، خذ الكورس الدواء كامل. ليش؟ لانك لو اخذته نصه ممكن البكتيريا اللي عندك ماشي يصير عندها ايش مالها، يصير عندها مقاومه لهذا الدواء، فبطل يستجيب، يعني تبطل تستجيب الدواء للبكتيريا، بطل يقتلها تمام، بطل الدواء يستجيب لها. بيحكوا لك مثلا خذ الكورس كامل عشان خلص ما يصير عندها، ما تعطيها فرصه انها تقاوم. فالفكره انه نيو سترينز يعني سلالات جديده ديو تو دراج ريزيستنت، ريزيستنت مقاومه الدواء. فبكين انه مثلا مثال عليها الملاريا، يعني الملاريا هسه صارت ادويه الملاريا بطلت تجيب نتيجه مع الملاريا نفسها. ليش؟ لانه صار في عندي ريزيستنت، صار في عندي سلالات جديده، هاي السلاله اللي تكونت صار في الدي ان اي تبعها بيحمل دراج ريزيستنت تمام. تمام هلا شو بيحكي لي؟ بيحكي لي كمان شغله تانية انه الفقر مور انفكشنز ديو تو ان سانيتوري كونديشنز، مثلا التوبركلوزز، هي مثال ممكن تحكي لكم الدكتور التوبركلوزز اللي هو مرض السل تمام. اوكي هلا ممكن تحكي لكم هذا مثال عشو، مثال ليش ظهرت عندي بسبب الانسانيتري كونديشنز، يعني ظروف ايش غير صحيه، يعني صار في عندنا تلوث اكثر مثلا، هاي الامور فهمتوا كيف، مش بسبب ادويه. السبب الثالث بيحكي لي increased globalizations، يعني صار المرض يعني اي مرض، يعني شوف الكوفيد، الكوفيد بلش بالصين انتشر كل العالم، شوفوا صار increase globalization، يعني كيف يعني الفكرة انه البطل العالم انه اشي عالم جد اشي كتير بعيد، لا بالعكس صارت الامراض ولو كان باخر الدنيا بتلاقيه صار واصل، لو كان بالشمال بوصل للجنوب، يعني بوصل لكل العالم. الفكرة انه صار العالم مثل قرية صغيرة، يعني اي مرض بينتشر بسرعة. spread through relocation diffusions، بنلاحظ انه ليش؟ لانه في عندي سفر وفي عندي مطارات صار وفي عندي هجره وكذا، وهي الامور كلها بتساعد انها تنقل المرض. فسبريد الانتشار من خلال الريلوكيشن ديفيوجن، من خلال ايش عندي انتشار، لما انا اغير الاماكن يعني هاي السفر والهجره وهي الامور كلها بيصير في عندي هذا الانتشار. هلا بكيلي مثل مين؟ ال H1N1 سواين سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندرومز السارس، هيو اللي هاي امراض، مثال على امراض بتنتشر عن طريق ايش؟ عن طريق السفر او عن طريق الريكوليشن ديفيوجنز. طبعا اللي دي يسأل هون رح يحكي لك الريلوكيشن ديفيوجن معناها اعاده الانتشار، يعني فهمتوا كيف. طبعا هاي ثلاث اسباب، مهم مهم ومهم الامثله لانه ممكن دكتوره جي. طيب هلا شو كتبت لي الدكتوره؟ this shift is caused by طيب هلا احنا لاحظنا انه كنا بستيج 1 تمام، وصلنا بستيج 4، وكل مرة كنا نلاحظ انه في عندي اشي احسن من اللي قبل، يعني كل مرحلة كانت بتحمل تحسن احسن من اللي قبل تمام. فهلا شو بيحكي لي؟ بيحكي لي انه this shift is caused by the aging of H&D populations، يعني شو الاسباب اللي صارت تحمل هذا الموضوع اللي هو ايش؟ زيادة اللي هو عمر السكان تمام. يعني because non-communicable disease affects older adults okay at the highest risk تمام، اللي هي الامراض اللي نون كوميونيكابل، حكينا انه هي الامراض الغير معديه صارت تاثر على مين؟ على الاولدر بيبل او الاولدر ادلتس بنسب عاليه. يعني هلا قلنا لكم امراض القلب زمان مش زي هلا، امراض القلب هلا كثير منتشره، او الديابيتس او هاي الامور. كمان بيحكي لي هلا هي اول شيء بدنا نحكي، هي واحده من الامور تمام، هاي واحده من الامور اللي هي اثرت ايش؟ انه بطل عندي شيء اسمه كوميونيكابل ديزيز، صار انه كوميونيكابل ديزيز تمام. ولكن هاي الامور كمان اثرت بنسبه عاليه برضو، يعني ناخذ هذا الحكي بعين الاعتبار. كمان شغله تانية امبروفمنت ان ميديكال كير، تحسن في الميديكال كير تمام. هون الوضع صار ياثر على مين؟ على عمر السكان اكثر، يعني صار ياثر على العمر الكبير مش على الاطفال، يعني فهمتوا كيف؟ هاي الفكره انه الامراض بطلت تاثر على الاطفال، صارت تاثر على الاشخاص اللي باعمار كبيره. فنشوفوا العمر كيف اثر على تحسن المراحل. فهي اثنين improvement of H&D in medical care، الرعاية الصحية، تحسن الرعاية الصحية أكيد زمان مش زي هلا، which mean that the children، which mean معناها يعني that the children no longer die from malnutrition، يعني بطل كتير هسا. في عمرك سمعت حدا مات من مجاعة؟ يعني مثلا نحكي بالأردن بدول متقدمة لا، فبكي no،
تخيلوا no longer died، ما بطل يموتوا بسبب المال نيوتريشن، نقص ايش، نقص التغذية، or from easily curable conditions، او مثلا او مثلا في عندي curable conditions. curable condition يعني هي حالات علاجية سهلة، تمام، easily يعني سهلة. مثلا الاسهال، تخيل حدا هسه مات من اسهال، طبعا في لسه بس يعني بتكون نسبتهم كثير كثير قليلة. هسه الاسهال يعني صراحة لو تروح على المستشفى رح تلاقي حالات اسهال للاطفال، اوكي، بتم معالجته بروع البيت وبصير ما شاء الله عليه الطفل. فهذا الاشي زمان كان يعني كان killed the children or the infant، بس هلا لا، such as diarrhea، دايريا اسهال، فهمتوا كيف؟ هاي بسموها ال easily curable condition، اللي هي امراض علاجية سهل ان الواحد ايش ماله يعالجها. ثالث اشي ال public health interventions، يعني اللي هي مين عندي تدخلات للرعاية الصحية من ناحية مين المجتمع، ال public health interventions such as vaccinations، تمام. يعني هسه الفاكسينيشن بطل بس على فرد، صرنا للمجتمع كله يعمل التطعيم، تمام. هذا الاشي صار يأثر. and the provision of a clean water، انه نقسم الرعاية المياه الصحية على الناس، ال clean water and sanitation اللي هي الصرف الصحي، which reduce، هذا الحكي كله ييجي لما انا وفرته على مستوى مجتمع مش على مستوى فرد، على مستوى مجتمع، هذا الاشي قلل من ال incidence of infectious disease، من ايش عندي، من حدوث الامراض المعدية، قلل من حدوث الامراض المعدية. vaccination مطاعم، this pattern can be observed across many countries، okay، which wealthy countries further advance along this transition. طبعا هذا التحول انه من stage 1، تمام، لهتشوفوا انه stage 4، تروح تشوفوا اكتر مرحلة، يعني تلاحظ هذا الفرق اكتر ايش وين في الدول المتقدمة هاي. ف this pattern can be observed، okay، observed across many countries، بتقدر تراقبه او تلاحظه، okay، across من خلال many countries، عدة دول، with wealthy countries، خاصة من الدول الغنية، wealthy دول غنية، further advanced along these transitions، okay، فبكيلي okay، مزيد من التقدم خلال هذا التحول اللي بصير عندي. فهاي الفكرة الأساسية. فهون ثلاث أسباب، أو بدنا نحكي إنه ليش صار في عندي شيفت من stage 1 ل stage 4، أو مثلا يعني بالنهاية إنه إحنا وصلنا لمرحلة إنه يصير عندي low death rate أو low birth rate. هاي نفس الفكرة، يعني نفس السؤال ممكن يجيك، أو ليش صار في عندي تحسن بشكل عام، هاي الثلاث أسباب، تمام. وهون رح نشوف نظريات العلماء اللي رح تأكد على حكينا هون، تمام. وحكينا أكتر منطقة ممكن نلاحظ فيه، يعني لو قلت لكم developing countries ولا developed countries، راح تحكي لي developed countries اللي هي الدول المتقدمة، راح نلاحظ فيها هذا التحسن أكتر من developing countries. يعني في دول صعب بيصير فيها تطور بس بيكون كتير بطيء، يعني فهمتوا كيف؟ طيب هلأ شوفوا انتو شو مسبب الوفاة في سنة 2000 و2019، لاحظوا معي كتير مهم انتبه لهاي النقطة. هسا في هون راح نلاحظ انه تمام، هلا شو بيحكي لي هون، طلعوا هون راح نلاحظ انه في 2000 و اوبس مالي هسه هون راح نلاحظ انه بيحكي لي انه الاسكيميك هارت ديزيز اللي احنا شايفين هون، هاي الاسكيميك هارت ديزيز، تمام، بسنه 2000 شوفوا، اوكي ويت وين بدي اشوف، بسنه 2000 تمام، لاحظوا هون النسبه اللي نحكي هون 8، تمام، number of death بالمليونز، تمام. هسا شوفوا 8 يعني 8 مليون تقريبا، تمام. لاحظوا بسنة، خلينا نحكي هون هيك ترتبوا، هاي سنة 2000 وهاي سنة 2019. هلا في 2000 ب2000 الاسكيميك هارت ديزيز، تشو يعني الاسكيميك هارت ديزيز، يعني نقص تروية القلب، تمام، تروية القلب يعني ما بصير عندي خلل معين بالأوعية الدموية وبيبطل القلب يتغذى، يعني بطل يوصل الدم للقلب. هلا بنلاحظ انه كانت سبب الوفاة اقل من 8، يعني حتى يمكن تيجيش 6.5 بسنة 2000، تمام، 6.5 مليون. لاحظوا بالنسبة 2019 صارت اكتر من 8، يعني هون اقل من 8 بسنة 2000، شوفوا 2019، شوفوا كيف ال causes of death، يعني اكتر من 8، نسبة اكتر من 8 مليون على مستوى العالم. فتخيل الموضوع قديش كتير كبير. طبعا هذا الحكي يصيروا يسوء، انتوا عبوا الموضوع، يعني مثلا زي هيك، بصيروا انتوا يسوء طبعا المواضيع هاي كليتها. وطبعا هاي امراض معدية مش معدية وكذا، هاي الستروك مثلا، ستروك يعني جلطة دماغية، تمام.
هلا لو اجيك سؤال هون ممكن نحكي انه اكثر اسباب الوفاه اللي هي الاسكيميك هارت ديزيز والنان كوميونيكابل ديزيز، يعني امراض مش ماليه. يعني نلاحظ انه الزمن طبعا هو هون مش موضح بالضبط ايش السنوات الاكزاكتلي، بس نحكي انه يعني اكثر في سنه 2000 و2019 يعني كان اشي كانه مشترك بيت. اوكي، فراح نلاحظ انه اكثر سبب الاسكيميك هارت ديزيز، وهي حاطت لك انه هو نمبر 1، بعدين بيجي عندي الستروك اللي هي الجلطه الدماغيه، وامراض القلب هي امراض نان كوميونيكابل. عمرك شفت مرض قلب انتقل واحد صار عنده مرض قلب من ثاني؟ لا، هي امراض غير مزمنه. هاي اكثر سبب ممكن تاخده من الدايفرام هون موجود عندي. تمام، شوفوا هون leading causes of death in low income countries، يعني راحوا قاسوها على دول ايش مالها فقيرة، ولاحظوا انه اكثر سبب في هاي الدول الوفيات النيتال كونديشنز، يعني اسباب اللي هي عدم توفير ظروف صحية سليمة لمين؟ النيونيتال. النيونيتال يعني هم الاطفال كثير صغار، بداية الولادة. ماشي، بداية الولادة. تمام، هي هم يسموها هي الاطفال حديثي الولادة، هو عبارة عن امراض معدية. يعني هذول الامراض مش انهم مثلا elderly people، يعني زي هون مثلا. تمام، انه هم بشكل عام يعني. اوكي، لا هون مش هون احنا عم نحكي ان low income كان السبب الاساسي انه الاطفال حديثي الولادة بيموتوا. طب ليش بيموتوا؟ بسبب امراض معدية، وبرضه سبب امراض الجهاز التنفسي respiratory infections. فهي شايفين اول سببين، رح نلاحظ انه neonatal conditions ممكن نحكي بسبب امراض معدية اللي هي communicable. وهذا الحق كيف استدلين انه communicable؟ هاي هون لاحظوا العلامة هون شو كاتبين، هاي communicable، شايفين؟ فكوميونيكابل كان السبب. والسبب الثاني انه عندهم مشاكل في، بنلاحظ انه بصير عندهم مشاكل في الرئة او في الجهاز التنفسي respiratory infection، مش مشاكل حتى، يعني انه امراض معدية. يعني infection في عندي عدوى، في عندي viral او parasites او بكتيريا. هسا في leading in lower middle income countries، في الدول المتوسطة. طبعا هذا الحكي مهم مهم انك تعرف اول cause في كل diaphragm. تمام، فهون شو عم بحكي لي؟ عم بحكي لي انه بسنة 2000 زي ما احنا شايفين هون، تمام، كان اكتر سبب برضو هون رح نحكي المنطقة اللي بيكون فيها الدخل المتوسط. هاي شايفين بين متوسط مسبب الوفاة امراض القلب وهو مرض غير معدي، والسبب الثاني ستروك. نفس مين؟ نفس الجلوبالي، يعني ما تخيرت من ناحية، نفس الاسباب الجلوبالي كانت. تمام، هون الابر ميدل انكم كونتريز لو رحنا طلعنا على الدول المتقدمة هنشوف شو الأسباب. برضو اسكيميك هارت ديزيز والستروك نفس الأسباب، نفس الإشي. يعني الفكرة المميزة بس إنك تميز بين مين، بين جلوبالي واللو إنكم. اللو إنكم هي اللي فرقت يعني بين الدايفرام، ولا الباقي كله اسكيميك هارت ديزيز وستروك. ممكن تلاحظوا الفروقات تبين وين بعد رقم 2، يعني مثلا هون كرونيك أو سي أو بي دي، مثلا هون برضو سي أو بي دي، لا هون لا مش سي أو بي دي، شايفين نيتال كونديشنز. فممكن الفروقات تبين بعد أول نقطتين، يعني الفروقات بين كل، ولكن اكثر سببين هم ثابتين ان كان في دول متوسطه الدخل او الغنيه، في القليله لا. هلا leading cause in high income countries، انتبهوا شوي. هلا هون upper middle، يعني لنحكي الميدل قسمناه اللي هي دول المتوسطه الدخل للور ميدل ولابر ميدل، كل واحده كان لها دايفرام، احفظوهم. هون عم بحكي عن الهاي، يعني الغنية جدا، فكمان اسكيميك هارت ديزيز. ولكن الفرق الثاني مش الستروك، الزهايمر. اوكي، الزهايمر او الديمنشيا، ديمنشيا اللي هم اللي هو الخرف، يعني فهمتوا كيف؟ فهي نقطة مهمة، هذا الفرقت يعني معي، احفظوهم ضروري، لانه ممكن كثير الدكتور يجيب اسئلة عليهم انه شو رأيكم، شو كان الفيرست كوز ليدنج اوف ديث in income countries، شو الفيرست؟ هلا هون اسكيميك هارت ديزيز شايفين ما ثبتت، لكن ممكن في second cause تحكي what are the second cause of death in high income countries. فهي كلها مفاتيح حل. high خلص، مجرد high اعرفوا انه انا الفرقت عندي ال high income countries، وفرقت عندي ال low income countries، وفرقت معي واللي هي globally. فانتوا ميزوا دائما، ميزوا الاشي اللي نحكي المميز، بعدين احفظوا الاشياء المتشابهة. وهلا وصلنا تقريبا لاخر صفحة. هون بحكي لي بالمختصر صار التحول باتجاه الامراض المزمنة كوميونيكابل، هي صارت الوفيات اكثر من الامراض المعدية. يعني هسه كان الامراض المعدية كثير قليلة، هلا صارت اغلب الاسباب انه تلاقي بسبب الجلطة اجته، والله
بسبب السكري، جلطة اجته والله بسبب الضغط، جلطة اجته بسبب، يعني بتلاقيها اسباب ايش، اسباب نان كوميونيكابل. فهون لاحظوا انه هون شو بحكي لي، هاي الابيديميولوجيكال ترانزيشنز زي ما احنا شايفين هون. خلينا نحكي بدي اختار لون احمر، تمام. هاي هون لاحظوا المورتاليتي ريت اللي هي معدل الوفيات. فلاحظوا الانفكشس ديزيز، الانفكشس ديزيز مين هي؟ شايف انه مش قادر اميز مين الانفكشس ديزيز. anyway لاحظوا معي هلا النون كوميونيكابل، سوري هلا النون كوميونيكابل ديزيز، تمام، اللي هي هذا هذا هاي الرسمه شايفين، هي هيك قاعد النون كوميونيكابل ديزيز قاعد عم بيزيد، شايفين؟ يعني بنلاحظ مع مع الزمن اللي هو الابيديميولوجيكال ترانزيشنز، اوكي، الريت اوف نون كوميونيكابل ديزيز قاعده عم بتزيد، المورتاليتي ريت اوف نون كوميونيكابل الاسباب بتزيد. بينما نلاحظ زمان هي هيك من ناحيه الابيديميولوجيكال ترانزيشن، لحد الان الانفكشس ديزيز، انفكشس ديزيز الام الاخضر قاعده عم بتقل، شايفين؟ يعني الاسباب الناس اللي بتموت بسبب الانفكشس ديزيز قليله. فممكن الدكتوره تجيب لكم هاي السؤال على فكره وتحكي لكم حدد لي مين الانفكشس ديزيز ومين الابيديميولوجيكال ديزيز، مين النون كوميونيكابل. فدائم هي وفيات، هي تذكر انه هون بتبلش من صفر لألف مثلا mortality rate او لمية بالمية. فلاحظوا هي بزيد كل ما انت طلعت لفوق قاعد عم بزيد بسبب مين؟ non communicable disease. فالفكرة بدك تاخدها من هاي الصورة، هاي هي. ويعطيكم الف عافية، وان شاء الله تكون المحاضرة واضحة، واي سؤال بدكم اياه بتقدروا ترسلوه. مع السلامة.